في 2013 دكتور يزيد كان لك نبوءة بأن الرئيس الراحل محمد مرسي لن يتركه المجلس العسكري في الحكم لعام واحد. في ظل المعطيات التي تفضلت بها الآن منذ بداية هذه المقابلة، ما هي توقعاتك لمستقبل حكم عبد الفتاح السيسي؟ أعتقد أنه النظام ما زال قوي، متماسك داخليا في داخل يعني الشريحة الحاكمة أو الائتلاف الحاكم. أنا أعتبره ائتلاف لأنه هو ما بين الشخص الأقوى وهو الرئيس من جهة، وما بين حلفائه في هذا الائتلاف يعني القوات المسلحة، وهي شريك وليست مجرد تابع له، ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشكل خاص، وهي أيضا تفرض درجة من الاستقلالية يعني لها مصالح تلحقها بغض النظر هل يعني تزعج الرئيس أم لا. وأيضا هنا هناك شريحة من كبار المدراء في الدولة بين القضاء وجهات أخرى بالاقتصاد والشركات الكبرى التي لها مصالح خاصة. هذه هي الشريحة أو الائتلاف الحاكم بنظري في مصر. هلا هذا ليش جواب على سؤالك؟ لأنه اللي نجح هذا الائتلاف بالقيام فيه منذ الانقلاب هو تجويف أو تفريغ الميدان السياسي كليا من كافة القوى، أكانت حزبية أو نقابية أو طبقية الأخرى، أكانت قوى اجتماعية مثلا كبار رجال الأعمال، أم كانت شرائح عمالية أو أحزاب سياسية على أنواعها، إسلامية ليبرالية علمانية وغيرها، كلها أزيح عن المسرح السياسي أو الميدان السياسي. وحتى طبعا مجلس الشعب يعني البرلمان عمليا هو يعني دمى متحركة، يعني هذا لا. هذا ليس برلمان طبعا لأكون صريح تماما. فاللي بقصده أنه أي نظام توتاليتاري أو شمولي أو سلطوي بالعالم بالتاريخ يحتاج إلى حلفاء في المجتمع. يعني ما في نظام، أكان نظام ستالين أو هتلر أو صدام حسين أو أي نظام سلطوي، يعني مع الفروقات الكبيرة بين هاي الأنظمة، إلا ويحتاج إلى نوع من الرضا من قبل الأكثرية، وأيضا نوع من التحالف الداخلي. يعني لو بدي أعيد، أنا بعود دائما في عقلي إلى التجربة التشيلية والبرازيلية، حيث حكم العسكر، استولى العسكر على الحكم في البرازيل عام 1964، وفي تشيلي عام 1973. وفي الحالتين أتى العسكر إلى السلطة ضمن اتفاق مع أحزاب سياسية يمينية قوية لها حضور فعلي واحتفظت بهذا الحضور، وأيضا مع كبار رجال الأعمال الذين أيضا احتفظوا بكينونتهم وقوتهم ونفوذهم في السياسة الاقتصادية وفي السياسة العامة للبلاد. فإذا كان هناك ائتلاف عسكري ومع البزنس، مع رجال الأعمال ومع بعض الأحزاب في البرازيل وفي تشيلي. ولما صار الانتقال والعودة إلى الديمقراطية من بعد 1974 في البرازيل تدريجيا، وفي الثمانينيات من القرن الماضي في تشيلي، في الحالتين تم الانتقال سلميا لأنه استطاع العسكر أن يتفاوضوا مع رجال الأعمال ومع الأحزاب الأساسية على الانتقال بطريقة مدروسة ومحكومة. المشكلة في مصر أنه تفريغ الميدان السياسي كليا من أي قوى ذات مصداقية لا تعتمد على الدولة أو على الرئيس بشكل زبائن أو نفعي، هذا أمر بات معدوم. يعني إمكانية التفاوض والانتقال السلمي للسلطة ليس إلى المعارضة، ليس إلى الإخوان المسلمين، ليس إلى الحزب الشيوعي، ليس، لا، يعني حتى لو القوات المسلحة في مصر والرئيس السيسي أرادوا الوصول إلى الاتفاق مع من يتفاهم معهم سياسيا ويقتنع معهم سياسيا، هؤلاء لم يعد لهم وجود أو حضور فعلي حزبي أو نقابي أو برلماني. يعني مين؟ رجال الأعمال السويدي أو منصور أو سويرس أو غيرهم، طبعا لهم تأثير كرجال أعمال بس كأفراد ما بيمثلوا شريحة، ما في حزب يمثلهم حزب حقيقي. ممكن يجي يقول طيب إحنا بنستلم الحكم عنكم، نحن بنصير الحكومة المدنية،
احنا بنجي الانتخابات وانتم بتتفضلوا على جنب ترجعوا على السكنات بتحافظوا على مصالحكم وعلى استقرار البلد، لكن بصير في تقاسم للسلطه.